هنتعرف عليها من زميلنا العزيز فاروق صلاح الموجود حاليا في الاهلي في الجزيره، ويمكن التمرينه ابتدت من دقائق. خلينا نروح للنادي الاهلي ونعرف اخبار تمرينه النهارده ايه، واستعداد للموسم الجديد ايه، وملف المصابين برضو نعدي عليه سريعا مع زميلنا العزيز فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق. برحب بيك يا زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايز اخد من كلامك بالفعل زميلي احمد ان البدايه السنه دي تقدر تقول مختلفه كتير، في تفاصيل كتير جدا مختلفه عن السنين الماضيه. مستر مارسيل كولر وجهازه المعاون بادئين بدايه بشكل مختلف، يعني لم نعهدها في الفتره الاخيره. يعني بالامس طبعا كانت القياسات البدنيه والقياسات الفيزيائيه اللي تمت للاعبي النادي الاهلي، ولو يسمح لي وقتك زميلي احمد ان احنا نقدر نستفيد في هذا الامر عشان نوضح لجماهير النادي الاهلي ومشاهدي قناه النادي الاهلي بعض الامور الخاصه بهذه القياسات. طبعا ده كان مقترح من مقدم من قبل الجهاز الطبي للنادي الاهلي بقياده الدكتور احمد ابو عبله والجهاز الطبي، وعرضوه على مستر مارسيل كولر اللي طبعا رحب بالامر وقال يا ريت يكون موجود. وبالفعل الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد ابو عبله ومخطط الاحمال تيسيان اندويا يعني كانوا موجودين بالامس في احد المراكز الطبيه اللي كان يتوفر فيه كم كبير جدا من الاجهزه، اللي يعني اللي تقدر تقول هو المكان الوحيد في مصر اللي فيه مجموعه من هذه الاجهزه، يعني بنفس الامر اللي موجوده في المراكز الطبيه العالميه. القياسات البدنيه والفيزيائيه اللي تمت للاعبي النادي الاهلي طبعا تمت على الامور العضليه والخاصه بلاعبي النادي الاهلي، تقدر تقول الاستفاده منها بتقدر تعرف ان العضلات بتاع كل لاعب تتحمل عدد ساعات تمرين قد ايه، التجنب الاصابات، القدره على التحمل، ازاي ان انت تتجنب وتتلافى الاصابات العضليه للاعبين. ايضا تم اجراء يعني بعض القياسات الخاصه ببصمه القدم، ودي زميلي احمد بتتعلق بنوعيه الحذاء اللي يرتديه اللاعب. طبعا نوعيه الحذاء تختلف من لاعب للاخر، ايضا الفرش الطبي اللي بيوضع لاحذيه اللاعبين، ودي من النقاط المهمه جدا اللي كان حريص عليها الجهاز الطبي علشان تكون في افضليه في اداء التمارين او المباراه بالنسبه للاعبين. وطبعا زميلي احمد عارف ان نوعيه الحذاء ان هو يتوافق مع بصمه القدم ده امر مهم جدا بيساعد على تلافي الاصابات العضليه في الملعب بالنسبه للاعبين، ودي من النقاط اللي يعني كان بياكد عليها الجهاز الطبي. وخليني اقول لك طبعا ان هي كانت طبعا يعني تنسيقيا طبعا مع مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب اللي طبعا كان مرحب بهذا بالامر ان النادي الاهلي يكون مختلف في كافه هذه الامور. الافاده بتاعتها هتبدا ان شاء الله ان احنا تقدر تقول ان الاصابات العضليه تقل جدا في النادي الاهلي، العضلات بيبقى في توازن كمان ما بين العضلات القدم اليمنى والقدم اليسرى. هي امور كتير جدا طبعا هتتم خلال الفترة القادمة هنبدأ ان احنا نشوفها في يعني الفترة القادمة للنادي الاهلي. صحيح. نتكلم بقى زميل احمد على تمرين النهاردة فاروق. اتفضل. نتكلم على تمرينة النهاردة، يعني عايز اتفضل يا فاروق. عايز بالفعل زميل احمد اروح لتمرينه اليوم، وزي ما زميل احمد قلت ان في تفاصيل كتير والبدايه مختلفه. مستر مارسيل كولر بيركز على تفاصيل كتيره جدا، الاهم منه زميل احمد نظره لاعبي النادي الاهلي، القناعه الفنيه بمستر مارسيل كولر، وايضا الحماس اللي عند اللاعبين. خليني اقول لك نقطه مهمه جدا زميل احمد، لعيبه النادي الاهلي لما تتكلم معاهم بيقول لك ان الموسم اللي فات ده ما ينفعش يكون موسم للنسيان. هو مش موسم للنسيان، ده اكتر موسم لازم يكون قدام عينينا كلنا علشان نشوف ايه الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها علشان نتجنب ونتلافى هذه الاخطاء. فاعتقد انها تكون بدايه مختلفه، الحماس اللي عند اللاعبين ان شاء الله لبدايه الموسم يعني انا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، كتير جدا من اللاعبين بينتظر بدايه الموسم، عايزين من خلالها برضو ان احنا كل الدعم لعيبه النادي الاهلي. التمرين النهارده طبعا بدا ببعض يعني الجانب البدني مع تيسيان اندويا مخطط الاحمال. مستر مارسيل كولر بيقسم طبعا المران لبعض الجوانب التعارف البدنيه مع بدايه الموسم. وخليني اقول لك زميلي احمد من خلال قناه النادي الاهلي ان بدءا من يوم الاحد القادم هيتم تطبيق نظام اليوم الكامل داخل النادي الاهلي، هيكون حضور اللاعبين تمام الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، ده زي ما صرح لنا الكابتن سيد عبد الحفيظ هيكون تطبيق اليوم الكامل، حضور الساعة 7 صباحا هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة، ثم هيكون مغادرة اللاعبين إلى مقر النادي في تمام الساعة 8 مساء. دي من الأمور المهمة جدا المستر مارسيل كولر
بيركز عليها خلال الفترة القادمة بدءا من يوم الأحد بإذن الله. زميلي أحمد، تطرقت برضو في بداية كلامك عايز تتكلم على ملف اللعيبة المصابين. أيوة. يعني كان في يعني وقفة مع الدكتور أحمد أبو عبلة، قدرنا من خلاله نطمن على حالة المصابين في لعيب النادي الأهلي. زي ما أكد لك طاهر محمد طاهر خلاص التحق بالمران الجماعي للنادي الأهلي. النهاردة أحمد نبيل كوكا بدأ بالجري حوالين الملعب. أكد لك على أمر تاني إن إن شاء الله خلال يعني من 3 أسابيع لأربع أسابيع هيبدأ عمار حمدي في الدخول إلى الجانب المران الجماعي أو ياخد أجزاء من المران التدريب الجماعي لفريق النادي الأهلي. بالنسبة لمحمد شريف، عمرو السولية وأيضا بيرسيتاو، زي ما أكد لنا الدكتور أحمد أبو عبلة، هم في المرحلة الأخيرة خلاص من البرنامج التأهيلي الموضوع للثلاثي إلى جانب طيب بالظبط البرنامج التأهيلي الأخير يعني تمام. المرحلة الأخيرة أنا هكتفي بالجزء ده وبالقدر ده. فاروق طبعا كل الشكر ليك، طبعا يمكن دي معلومات شاملة وافية سواء عن الجزء الخاص ببرنامج القياسات الطبية والبدنية اللي أجرتها فرقة النادي الأهلي امبارح أو بتمرين النهاردة، وبالتأكيد طبعا على مدار الأيام اللي جاية هنتابع معاك كل المستجدات وكل ما يتعلق باستعادة الأهلي للموسم الجديد. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح. خليني